زمن إذا تتزايد فيه التحديات تبرز قصص النجاح كمنارة للأمل. واحدة من هذه القصص التي أثرت في الرأي العام وتابعناها عبر تلفزيون النهار قصة التلميذ بوحفص الذي كان يتخذ رفقة عائلته شبه كوخ مأوى لهم، يفتقر لكل ما يحتاجه تلميذ في ظروف تساعده على الأقل نفسيا إذا انعدم المعنوي على مزاولة دراسته. هذه القصة ليست مجرد حكاية نجاح أكاديمي، بل هي أبعد من ذلك. خلفها يختبئ من نقلها بالصوت والصورة، كذلك في ظروف صعبة. لكن اليوم هو حاضر معنا للحديث عن العمل الجواري ككل وأهدافه كذلك النبيلة، وكيف يساهم في تقريب صوت المواطن البسيط. أسعد باستضافة زميل واحد من الزملاء المراسلين في تلفزيون النهار، الزميل محمد عمراني مراسل تلفزيون النهار في ولاية سعيدة. مساء الخير محمد. مساء النور زميلتي، ومساء النور لكل متابعي قناة النهار. شكرا محمد. بداية خليني نهنئك وأهنئك كذلك كل زملاء العاملين في القسم المحلي، لأنه هذا بالنسبة لنا جميعا يعتبر بالفعل نجاح أن نقرب صوت، خصوصا لما يتعلق الأمر بالأطفال، ولا خلينا نقول التلاميذ بصفة عامة. هذا التلميذ بوحفص، يعني لو تكلمنا عن الزمان وحتى المكان، هذه المرة جاء يعني مختلفة، لأنه في كل مرة تنقل معاناة يعني بشكل يومي بحكم احتكاك بالمواطن البسيط. نسلط الضوء على بوحفص. أنت محمد، كيف يعني خلينا نقول سمعت ولا جاك وعرفت وضعية هذا العائلة بصفة عامة؟ كيفاش خدمت معها؟ وحكي لنا كامل التفاصيل. بدي ببدء، عندما نتحدث عن هذا الاسم أو هذا الطالب أو هذا التلميذ بوحفص، يتبادر في ذهننا التحدي، العزيمة، المثابرة، النجاح. كيف تنقلنا إلى مكان أو مكان إقامة هذا التلميذ بحكم الصداقة أو بحكم معرفتنا مع أحد الأصدقاء بعين السخونة؟ اتصل بي وحدثني عن هذا التلميذ، فبمجرد أن قال لي عنه الكثير توجهت إلى منطقة عين سخونة ثم إلى منطقة بن هوار بظروف جد صعبة، طرق أو طريق مهترئ، مسالك ريفية منعدمة، ظروف جد قاسية. توصلنا أو وصلنا إلى منطقة التي يقطن فيها، هي منطقة بن هوار. استقبلنا والده وعمه وهو كذلك بترحاب، وبدأنا العمل. كان في بداية الأمر تفهمنا كيف نعمل. رسد أو سرد حكى لي قصته الكاملة، كيف معاناته في الدراسة خلال مساره الدراسي، ثم جسدنا هذا عن طريق التصوير. قمنا بتصوير مشاهد كما شاهدتم في البورتري، عن الدراجة النارية، كيف كان يركب الدراجة النارية، مراجعته في تلك الخيمة التي ربما فيها خاصة في فصل الشتاء تلك المنطقة، منطقة باردة جدا، وتخيلي أنت في خيمة يراجع دروسه وربما يأتي بقليل من الحطب حتى للتدفئة، ظروف جد قاسية، ورغم ذلك تحدى الصعاب واستطاع أن ينجح بشهادة البكالوريا بمعدل ممتاز، وهو الأول على مستوى ثانوية الشيخ بالكبير بثانوية ببلدية عين سخونة، ونحيي كل سكان عين سخونة. إذن هذا الشاب بمجرد أن نذكره كما أنا ذكرت أنفا، عزيمة، إرادة، إلى غير ذلك. محمد، حتى هذه الفرحة ما راحش يحس فيها فقط بوحفص ولا العائلة ديالو، حتى أنت كذلك لأنك كنت سبب في إيصال صوته. لما تشوف هذا التفاعل والتضامن من مختلف فئات المجتمع، والمميز على أنه كان فيه يعني تحرك وتضامن، واستفادت عائلة محمد من سكن اجتماعي وما إلى غير ذلك، كيف تشعر؟ والله شعوري لا يوصف، حتى مع الله سبحانه وتعالى. إنسان شيء مثل هذا يدخل فيه أو يكون في ميزان الحسنات، ونتمنى ذلك إن شاء الله.
عندما نقول مثلا انشغالات لمواطنين في جزائر عميقة في منطقة معزولة، من كان يسمع ببحوص أو عفوا ببحوص؟ نعم. من كان يسمع به؟ إذن عن طريق رفع انشغالاته وعن طريق عدسة الكاميرا، كاميرا النهار التي رفعت انشغال هذا التلميذ عاليا حتى أخذته، أصبح يعرفه العام الخاص، وهذا فخرا لنا وفخرا لقناة النهار. طبعا، والهدف من الإعلام الجواري هو إيصال صوت جميع المواطنين. بما أني أتحدث عن العمل الجواري، عملنا سابقا في القسم المحلي كان لمدة أكثر من 6 سنوات، يعني حضرتك أدرى وأنا كذلك بالصعوبات التي تتلقوها كمراسلين في الميدان، يجهلها الكثيرون. ربما هناك فكرة على أن المراسل عمله ينحصر فقط في التغطيات الكلاسيكية، يعني العمل تغطية يعني كل ما له علاقة بالبنى التحتية، طرقات وما إلى غير ذلك. نخلي ليك محمد تفسرنا العمل كمراسل. عندما نتحدث عن عمل المراسل يجب أن لا يكون ذلك العمل الكلاسيكي عن في مثلا تغطية ملتقيات، يجب أن يكون العمل المراسل عمل ميداني بحت، وخاصة السكان الذين يعيشون الغبن، يعيشون مشاكل عدة، يجب عليه أن ينقل هذه الانشغالات إلى السلطات العليا، وهي والسلطات مثلا المحلية في الولاية، حتى وأننا نجد مثلا بعض الصعوبات بعض السلطات، ربما نجد تماطل في حق الرد، هناك بعض المسؤولين يتماطلون في حق الرد. وأنت ربما كما تعلمين أن الإنسان أو المراسل دائما يبحث عن السبق، طبعا، فبمجرد أن تبقى المادة يوم أو يومين تؤدي بالمراسل إلى الإرهاق إن صح التعبير. هؤلاء المسؤولين، ولا نقول كل، وإنما دائما يتماطلون في حق الرد، ومما يجعلك دائما انشغالات المواطنين وكأننا نحن يرون أعداء لهم إن صح التعبير مع ديها. اليوم محمد نعلم على أنه نظرة معالجة المواضيع ولا زاوية معالجة المواضيع تختلف، يعني نظرتك ليست نفسها تاع المواطن، وحتى كذلك تختلف عن المسؤول. لما تقول على بعض المسؤولين، يعني عديد من المسؤولين مروا على ولاية صعيدة، نسلط الضوء على ولاية صعيدة، كيف يتم العمل معهم خصوصا لما يتعلق بنشر بعض النقائص، ولا هما يعني كمسؤول، المسؤول في الآخر يبقى إنسان، يعتبرها ربما انتقاد في حقه وليس يعني للصالح العام. زميلتي أحلام، هي المراسل في الولاية هو عين المسؤول. عندما المراسل ينقل انشغالات، ينقل نقائص الولاية، ينقل، هذا بفائدة المسؤول حتى يتفطن لذلك ويقوم مثلا بإصلاح ما يتم إصلاحه مثلا. ولكن للأسف الشديد عندما نقول أشغال، نقول مثلا انشغالات مثل هذه، أو نقول بعض الأمور مثل هذه، يبدو للمسؤول، ولا نقول كل المسؤولين، يبدو لهم كأننا نحن ضدهم، وهذا ليس بصحيح. نحن ننقل الرأي العام انشغالاتهم حتى يستفيد هذا المواطن. لما قلت نحن ننقل الرأي العام، يجهلون ربما هناك، يعني احنا كصحفيين وأنت كذلك محمد، لما ننقل رأي نحتاج إلى رأي الآخر، ولما نقول رأي الآخر يعني مسؤول، وهنا العديد من المسؤولين في العدالة تتلقون رد فيما يخص أي انشغال، هنا كيفاش تتعاملوا؟ صدقيني، هناك كثير من المسؤولين، ولن نقول الكل، في ردهم مثلا حق، حتى يعطيهم حق، حتى لما يكون هناك إجحاف في حقهم، نحن دائما نسعى لنأخذ الطرف والطرف الآخر، طبعا الرأي والرأي الآخر كما ذكرتي، ولكن المسؤول يراه كأنه، بما أنك أتيت به ربما، خاصة إذا كانت هذا الانشغال مهم جدا، وكأنك تكشف المستور،
فبالتالي هو المسؤول دائما يتماطل عليك من حق من اجل حق الرد. واذا ما تنبت هذا التقرير او هذا ان صح التعبير يعني ما يشوفش من زاويه ربما ايجابيه على اساس نقل كما قلنا زاوية سلبية انتقاد في شخصه. نعم يراه كما ذكرت زميلتي احلام يراه كانك تهاجمه شخصيا، وهي لا، انما نحن كمراسلين ننقل انشغالات لمواطنين من اجل علاج مثلا او تصليح ما يتم اصلاحه مثلا من مثلا تهيئه طرقات مثلا كهرباء الى غير ذلك. كل ما له علاقه كل ما له علاقه بالتنميه. نعم. وانما حتى يكون مثلا مراسل وكأنه خليط إعلام ولاية مثلا أو مثلا يقوم بتغطية ما هو مثلا ملتقيات، فالمراسل يجب عليه أن ينقل انشغالات المواطن، وهذه ما علمتنه المدرسة مدرسة النهار. بالفعل إلى غاية اليوم محمد، هل هناك قطاعات يعني هناك فيها سهولة في التواصل مع المسؤولين دون أخرى في ولاية سعيدة؟ كيف؟ هل هناك قطاعات يعني تستطيعون التواصل مع المسؤول مثلا اذا كان في حق رد لكن استماع للمسؤول سهله عن اخرى، وهناك قطاعات يعني بالتحديد تجدون صعوبات فيها؟ لا، كثير كثير من المسؤولين وخاصه رؤساء البلديات واخص بالذكر رئيس بلديه سيدي عمر سيد مقلالي، ربما كلما كان حق رد الا وكان بصدر رحم يفتح. وهناك كذلك رؤساء بلديه اخرى سخونه ولاد ابراهيم، ولكن كاين البعض دائما منغلق على نفسه لا حتى الرد يخاف من الرد. نعم. وكانه وانت بالعكس انت تعطيه حق الرد حتى تعطيه فرصه حتى يفتح المجال وما يكونش تهم تتوجه ليه، لان بمجرد ما يكونش رد توجه لي التهم وحقا ماش معترف بهذا المواطنين الى غير ذلك. خلينا بما اننا رانا نتحدثوا على المسؤولين نعاودوا نرجعوا لبو حفص. بو حفص شفنا مساعدات كذلك جاتهم من مسؤولين حاليين يعني في الولايه وكذلك خارج ولايه نعامه وعبر عفوا سعيده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى المواطنين كالي بادرو وفي القناه تلقينا اتصالات من العديد من المواطنين داخل وخارج الوطن باش يساعدوا. انت هل كنت تنتظر راح ياخذ كل هذا الصدى وحيكون فيه تضامن كبير مع بو حفص؟ صدقيني قبل ما نقوم بعمليه تصوير البورتري للطالب او التلميذ بو حفص قلت له بهذه الكلمه: بو حفص، هذا البورتري او هذا الفيديو سوف تكون له ضجه كبيره جدا. وانا بهذه العباره المحليه قلت له اني جاي باش نعاونكم، والحمد لله كانت دعم كبير من المواطنين من كل الشعب الجزائري من شرقه غربه ومن شماله الى جنوبه، كانت هبه تضامنيه كبيره جدا. وهذه احنا كما الميزه اللي يتميز بها الشعب الجزائري شعب حنين. حنين وكيشوف شيء كما هذا يتضامن حتى ولو بكلمه طيبه. الى غايه هذا الساعات بو حفص كان عندك تواصل معه ورفقه عائلته؟ قبل يعني الى غايه ممكن قبل ساعه ولا ساعتين ولا غايه يوم امس كنت في اتصال مع والده الان. نعم. على الحاله نتاعهم، قال لي سيرني راهم جابوا لي عطينا الجديد حتى نفرحوا. نعطيك الجديد مثلا كما الوالد تاعها قبل الساعه اتصل بي هاتفيا قال لي راني جابوا لي كما قالوا بالدرجه الكرافي والرمله والسيما، راهم باغي يبدوا لي باش يكملوا لي السكنه تاعي. هذا بعد وحده، وكاين امور واحده اخرى راهي جايه ان شاء الله مستقبلا. فيما تعلق بالمسكن، هل تم منح بالفعل عائله هو مسكن؟ تم منح المسكن. نعم. ولكن رفضه رفضا والد والد بو حفص. بو حفص رفض المسكن. لاي سبب رفض المسكن؟ قال لك انا اعطوني السكن تاعي، بنوا لي السكن تاعي، والسكن هذا اعطوه لواحد اللي ما عندهش. السكن اللي راهو اللي يعني قلنا اليوم راهم في شبه كوخ، هو حب اعاده بناء مسكنه بناء الريفي عوض ان ياخذ سكن اجتماعي.
قال المسكن الاجتماعي ما نديش خلوه عطوه لواحد اخر. كان استفاد من قبل من قطعه ارض ريفيه وطلب يعني طيب. سعيده وعفوا نعم وليت سعيده محمد معروفه عنه فيه كثير من البدو الرحل ويعني ماذا عن وضعيه وخصوصا في الكثير من المرات كنا نسلط الضوء عليهم خصوصا مع في المناسبات دخول مع دخول المدرسه في الاعياد نعم. هي المناطق اللي فيها اكثر من البدو الرحل هي منطقه المعموره ومنطقه عين سخونه. هذه المناطق هي اغلب المهن تاعهم هي تربيه المواشي. نعم. وتربيه المواشي تعتمد على الكلاء وتعتمد على الماء، يبحثون على هذا هذه الاشياء هذه. فذلك تجد ولكن للاسف الشديد الموالون ومربو المواشي اصبحوا يعانون خاصه في الجفاف الفتره الاخيره السنوات الاخيره وكذلك من الاستثمار الوهمي الذي اصبح المساحات الرعي ضيقه جدا بسبب هذه المساحات الوهميه. مثلا الالواح الشمسيه هل كان هنا نعم تم مؤخرا كما ذكر لي رئيس بلديه سخونه قال لي وزعنا حوالي 6 ألواح او 7 لا اتذكر جيدا على المناطق او على البدو الرحل واستفادوا منهم ربما للاناره وحتى لربما بعض الاتات المنزليه. محمد اليوم انت يعني صوت النهار في ولايه سعيده واليوم انت صوت المواطنين وسكان ولايه سعيده هنا في قناه النهار بحكم احتكاكك الدائم، ما هي ابرز انشغالات اليوم المواطن مواطن ولايه سعيده بولايه سعيده؟ ابرز انشغالات وخاصه بلديه سعيده كسائر سكان الوطن السكن. السكن السكن ثم السكن. كثير ما يجونا مواطنين راني ساكن في كوخ راني ساكن في قبو دائما السكن. وهناك بعض الانشغالات مثل المناطق النائيه الكهرباء الابار الكهرباء الفلاحيه الى غير ذلك. محمد في الأخير أشكرك مجددا وهنئك كذلك وتحية لك ولكل الزملاء المراسلين شباب مراسلين يعني قناة النهار معروفين دائما بعملهم وتواجدهم الدائم في الميدان يواكبون دائما مختلف التغيرات ومختلف المستجدات على مستوى الصحة الوطنية تحاولون دائما رصد وخصوصا إيصال صوت المواطن البسيط في الجزائر العميقة والمناطق التي لم تصلها الكاميرات من قبل. شكرا لك مجددا. شكرا لك لديك بكلمة وجيزة. نشكر كل من سندني وكان تعليقه إيجابي تجاهي خاصة من سكان مدينة سعيدة وخارج مدينة سكان سعيدة. وأنا دائما سأكون هذا ما يحفزني أكثر أن أعمل وأجد وأعمل وأكون نقل انشغالات هؤلاء المواطنين إلى السلطات المحلية وحتى العليا والملا. شكرا جزيلا لك بالتوفيق في مهامك محمد عمراني مراسل تلفزيون النهار بولاية سعيدة.